أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله محمد ابن عبد الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا صديقة الطاهرة فاطمة بنت محمد السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا حسن المصطفى السلام عليك يا عبد الله ولا الارواح التي لك بفنائك انا كتبر عليك عليك مني سلام الله بدم ما بقيت بك الليل والنهار ولا جعله الله اخر الاد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبو الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر السلام عليك يا غريب القربة وبعيد المدى السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء السلام عليك ولا أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا وجة الله في أرضه السلام عليك يا أين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج بين المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناس السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا أين الحياة السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك جلال أولك ودكون النصر ظهور الآن السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بولاك بأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وانتظر ظهورك وظهور الحق على يديك واسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد ونزلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على دائك والمستشهدين بين يديك في جملة الأوليائك ساتھ بڑینے يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يوم كلمة توقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين لا يدعي وقتل الكافرين بسيفك نا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومامور بالزيافة والإجارة فأزفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليكم يا آل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد سورة المباركة الفاتحة